अपने मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो। संगमरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। हम सफर ढूंढने किसी का सहारा चाहो, ठोकरें खाओगे तो खुद ही संभल जाओगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन व अहसन अलजज़ा बिमा नसहतुना मिन नसाइहकुम अत्तैबा إلى هنا بحمد الله ومنته وصلنا إلى الختام ونرجو الله أن يكون الختام ختام مسك وريحان وبلا شك أنه الوقت المنتظر منذ البداية لأنه يكشف الكناء عن الفائز المكنى ولا شك عند الله الأجر لكل جاهد في الخير فالفائز الأول في هذه الحفلة الميمونة المباركة سعود فيصل وما الفائز الثاني عبد البصير والفائز الثالث تقدير الله خان وكذلك هدايا خاصة من لدى الإخوان للإخوان فلا يؤتى لهم الجوائز في هذه الأسبوع سيؤتى لهم في الأسبوع القادمة إن شاء الله وسنجدد معكم اللقاء مرة ثانية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك